السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الداخلة الإسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة زلزال بقوة 5 ريختر. هو عنوان صادم شوية، بس في ناس كتير جدا هيزلزلها معلومات هذا الفيديو. ايه زلزال وبقوة 5 ريختر؟ هما 5 حاجات. عامة سبحان الله، ربنا لما خلق البني آدم وعرف ان في حاجات هامة جدا للبني آدم لا يستغنى عنها على الإطلاق، جعل هذه الأشياء الخمسة مجانية. ايه هما الأشياء الخمسة؟ المية والهواء والتعرق وفيتامين د والرياضة. هنتكلم عنهم حاجة حاجة، وكل حاجة بأمر الله هنعمل عنها حلقة منفردة، بس دي حلقة كده جنرال، هنتكلم عن الموضوع عامة. المية، كل إنسان لازم يتناول يومياً من 2 ل3 لتر مية، يعني مينيمم 2 لتر، 8 كوبايات مية، كل كوباية 250 ملي. المية ضرورية جدا لكل حاجة في الجسم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. مفيش شيء في هذه الدنيا حي إلا ولازم في احتياج لمية. مية يعني نضارة بشرة، مية يعني شعر، مية يعني قوة إبصار، مية يعني الكلية تشتغل. الكلية ما بتفلترش غير في وجود المية. كل المواد الغذائية والمواد العلاجية اللي بتجري في الدم ما بتمتصش غير في وجود المية. المية هامة جدا، وبها إلكترولايتس أو أملاح ضرورية للجسم. المية هامة جدا للكبد. المية مفيش نشاط في أنشطة الجسم إلا وهي مشتركة فيه. الذاكرة، الاستيعاب، الحيوية. في ناس بتقولي أنا كليتي تعبانة وبتنقر وشفايفي ناشفة وحواجبي بتقع وشعر رموشي بيقع. بقعد أتناقش معاهم، طب بتاكل إيه؟ طب بتشرب إيه؟ طب بتاخد علاجات إيه؟ وفوجئ ان هو ما بيشربش مية خالص. وهنا انا بوجه التحية والسلام للحاجة ليلى، وبقول لبنتها منى، يا منى ما تقوليش لماما حواجبك مش هتطلع تاني. ليه؟ لان الحاجة ما بتشربش مية. ده بس السبب. لو شربت مية بانتظام مع مقوي عام هيبتدي الشعر كله يطلع ومفيش اي مشكلة. فالنهارده الكليه تعبانه عشان مفيش ميه. الدواء اساسا ما بيمتصش وبيمثل كويس، لان مفيش ميه تشيل الجزيئات بتاعته توصلها. فلازم على الاقل 2 لتر ميه ولو بالاجبار لازم تشربه. دي الميه. نقطه الهواء، طبعا هعمل حلقه ان شاء الله عن الميه وفوائد الميه، وان الميه هي اكسير الحياه. تاني حاجه الهواء، طبعا المياه مجاني. الهواء، في نقطة المياه برضه أنا عايز أقول حاجة عشان ما انساهاش. هتكلم عن الفلاتر، وإن الفلاتر بتاعة المياه من إما بيزداد مراحل الفلاتر، اللي يقول لك أنا عندي 7 مرحلة، عندي 10 مرحلة، من إما الفلاتر تزيد وتخلص المياه من الإلكترولايتس والأملاح اللي موجودة فيها، ما بيبقاش للمياه أي قيمة والكلية بتتعب. فلازم تختار فلتر صحي يسمح بمرور الالكترولايتس والاملاح، تمام؟ لكن ال7 مرحلة وال8 مرحلة وال10 مرحلة انت بتفقد فائده الماء تماما. وانا انصح باستخدام المايه اللي هي نسله، مايه نسله او مايه ايفيان او اي مايه تابعه لشركات المياه الغازيه، بتبقى مايه عالميه، مايه كويسه. نيجي للهواء.
الهواء مجانا ايضا. عمليه التنفس نفسها، تنفس شهيق والزفير وتحرك عضلات الصدر وتوصيل الاكسجين لجميع خلايا الجسم، ده هام جدا. وهعمل حلقه منفرده عن عمليه الهواء والملوثات والمفروض نعمل ايه. ده الهواء. طيب تالت حاجه التعرق او العرق، وهعمل حلقه عن نعمه العرق. جسمك كله مسام، كل جسمك مسام. المسام، المسام دي دورها بتخلص الجسم من السموم. لازم تعرق. الناس اللي قاعده على طول، الناس اللي قاعده على طول ما بتتحركش ما بتعرقش، السموم هتفضل في جسمك، هتترسب على الكليه وعلى الكبد وهتتعبك. لازم التعرق. التعرق بيخلصك من السموم. ازاي التعرق؟ تعمل حركه، تعمل حركه تتعرق تتخلص من السموم. وهعمل حلقه كامله عن التعرق وان انت تعمل ايه علشان تعرق. لازم تعرق. لو ما عرقتش اعرف ان السموم هتدمر جسمك. لازم تتخلص من السموم. لما بتجري شويه وبتعرق تتخلص من السموم، حالتك النفسيه بتبقى كويسه. فلازم تتعرق. شوف كام عدد المسام في الجسم. مليون مثلا كتير عدد مسام الجسم. كل مسام المفروض يطلع عرق، يطلع سموم. انت ما بتطلعش اي سموم، قاعد زي ما انت. وهتكلم عن موضوع كارثه السياره، كارثه العربيه اللي ما بتخليناش نعرق، على طول قاعدين. ده التعرق. طيب بعد كده فيتامين د، الفيتامين المجاني الوحيد في الطبيعه. تتعرض للشمس فيتامين د، كوليسترول يتحول لفيتامين د، خلاص. كل خلايا في خلايا جسدك لها مستقبلات فيتامين د، يعني معنى كده ان كل خليه محتاجه الفيتامين د. وهنعمل حلقه عن فيتامين د، ولا احنا اتكلمنا عليه، هنعمل حلقه منفصله. لازم فيتامين د. تمام. اخر حاجه الرياضه. مفاصل جسمك لازم تخبط في بعضها. لاعبي رفع الاثقال ولاعبي القوه البدنيه اللي بيلعبوا رفع اثقال وبيهبدوا برجليهم على الارض، تهبيده الرجلين على الارض دي بتبعت اشاره، المخ بيبعت اشاره لازما للعضلات، لازما للعظم ان هو يرسب الكالسيوم. فتلاقي لاعبي رفع الاثقال ولاعبي القوه البدنيه اكبر ناس عندها كثافه عظام من الهبده دي. الهبده دي في ركن من اركان الاسلام الخمسه، لا ركنين، الصلاه والحج. الصلاه والحج. الصلاه دي بتعمل فيها ايه؟ بتتحرك، بتتحرك، بتسجد وبتركع وبتقوم وبتقعد. الحج ده فيه ايه؟ هروله، هروله وطواف. فلازم، لازم الحركه. معنى ان انت ما بتتحركش ان كل انشطه جسمك نايمه. الحركه دي حركه بسيطه، انت النهارده مش لازم تروح نادي. كل الخمس نقط مجانيه، مش لازم تروح نادي. انت ممكن تصحى من النوم الصبح تبتدي تتحرك في المكان كده لمده خمس دقائق الاول، بعد كده خليها 10، بعد كده 15، لغايه ما توصل لساعه او ساعه الا 10 يوميا. هتعرق، هتخلص السموم من جسمك، الاكل اللي في معدتك هيمتص، الهرمونات هتبتدي تشتغل وتخلق، هتبتدي شهيتك تتفتح، النضاره بتاعت البشره، بشرتك هتبقى نضره، هتحس ان انت عطشان عايز تشرب هتشرب. الرياضة هتحرك لك كل جسمك. أي نوع من أنواع الحركة. هيجي لي ناس مسنين، إحنا عايزين حركة بس مش قادرين. أي حمام سباحة هتلاقي المية شايلاك، ابتدي اتحرك رايح جاي في حمام السباحة. ده بالنسبة للناس المسنين. إن شاء الله سأضع لحضراتكم الخمس نقاط في صندوق الوصف، وسأفرد لهم خمس حلقات بالإضافة لحلقة كارثة السيارة ونصيبة السيارة
السيارة يا جماعة أو العربية هي عدة شغل، مجرد عدة شغل. أنا رايح سفر يبقى سيارة، لكن أنا النهاردة عندي السيارة عايز لما عايز أروح الحمام أدور العربية وأروح بيها الحمام، أعدب لك شلل، رجليك هتضعف، هيجي لك انزلاق غضروفي، هيطلع لك كرش، هيحصل لك سمنة جديدة لأنك ما بتحرقش أي سعرات حرارية. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.